السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ الصورة واضحة، الشاشة باينة. واضحة يا دكتور طيب أيمن. تمام، نبتدي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. First case دي 10 years old female presented with loss of hair of 6 months duration و progressive. شي فاهم؟ دي other picture لل patient from the front. Okay, even the eyebrows were affected. تمام، retraction اللي هو الموجود عندها في ال hair. What do you think? What would you think of? ايه الحاجة اللي ممكن نفكر فيها؟ frontal fibrosing alopecia. Frontal fibrosing alopecia. What else? Trichotillomania بكر. What else? لاحظوا انها 10 years old. Hypothyroidism. Hypothyroidism. What else? Fungal. Fungal. Ringworm يعني. بس ال eyebrow. يا دكتور احنا محتاجين ديرموسكوب عشان نشوف. اكيد بس يعني هنحط الاول كلينيكال. احنا قبل ما نمد ايدنا على الديرموسكوب هنكون بنفكر مع بعض كده كلينيكال. ممكن نخلي الوبيشيا، الوبيشيا رياتا. طيب الوبيشيا ارياتا طبعا، بالظبط كده، قبل حتى الرينج وورم. تمام، والتراكشنال الوبيشيا كمان الام تكون بتشد لها شعرها او كده. اوكي، يعني اكتر حاجتين المفروض يعني في السن ده هنفكر فيهم الوبيشيا ارياتا، تراكشنال الوبيشيا. تراكشنال. then ممكن نفكر في الرينج بورم برضو، عشان ايه الايه من الموضوع يعني عشان طفله. وممكن برضو طبعا اكيد هنحتاج ايه نبص في الديرموسكوب، بس الاجينست الموضوع الاي براوز الافكتد دول. تمام، طبعا شايفين الاي براو عامل ازاي هنا، ضايع خالص يعني. اوكي، هي الحقيقه لما بصينا بالديرموسكوب نفس الكلام اللي احنا فكرنا فيه، اللي انتوا فكرتوا فيه. طبعا المفروض نعمل ديرموسكوبي، ولو ما كانش كافي ممكن نحتاج نعمل باثولوجي. الديرموسكوبي زي ما احنا شايفين كده، حد هيوصف لنا الليجنز اللي موجودة او ايه اللي انتوا شايفينه بالديرموسكوبي؟ دكتور هشام، هو مش واضح قوي، بس هو دي اعتقد احنا شايفين اي فيلاس في هير هنا؟ بروكن في لا مش شايفين بلس في بروكن هير. لا مفيش بروكن الصورة هير. الثانية هبطت جايبة. لا دي اونلي صورة هير. انا جايبها من على النت، بس دي الصور بتاعت العيانة نفسها. اوكي ماشي. تمام، احنا هنا مش شايفين اي فيلاس هير، ودي what we call the lonely hair اهي، لونلي هير. يعني المنظر بتاع الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. مش قالوا بيش. وهنا برضو على فكرة في بيروفيليكولار ايه سكيلز موجودة هنا او كاست، بس مش باين قوي، فانا جبت لكم صورة اوضح عشان تبقى باينة يعني. اوكي، طبعا الديرموسكوب عمره ما هيجيب الايه الباور دي او التكبير ده. اوكي، فهي طلعت فعلا فرونتال فايبروزنج الوبيشيا، بس الغريبه انها جايه في طفله عندها 10 سنين، يعني احنا بقينا نشوفها في اطفال في السن الصغير ده. انا كنت عاوز اسال السؤال ده عشان دكتوره مش مذكور في السن الصغير. ما بقول لك عشان كده، ما دي انا جايباها عشان دي حاله يعني كيس ريكورد، ان احنا نلاقيها في السن الصغير ده كانت جديده بصراحه. اوكي، حتى احنا ما حطيناهاش غير يعني ايه يعني في الاخر خالص يعني مستحيين، بس يعني الديرموسكوبي طلع انها كده اهي، منظر باين جدا يعني. اوكي، بس طبعا الكاميرا اللي بنحطها على الديرموسكوب مش واضحه قوي، فانا قلت اجيب لكم صوره تكون اوضح عشان ايه يعني تبقى فور تيتشنج يعني. طيب دلوقتي الحاجه الثانيه، طبعا الدايجنوستيك كرايتيريا في الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا ايذر ميجور او ماينور. الميجور اللي هي السكارنج هير لوس في الفرونتال او الفرونتو تمبرال او التمبرال، على فكره احنا بنشوفها تمبرال برضو، والسكارنج لوس اوف اي براوز. الماينور كرايتيريا الريدنس اند سكيلز اراوند ذا هير فوليكل. الكاركترستيك هيستولوجي لو عملنا الباثولوجي بتاعها سيميلر، وهي على فكره نفس اللايكن بلانو بايلاريس في الباثولوجي.
similar clinical signs involving other body size, non-inflammatory facial papules طبعا ما كانتش موجودة, itch or pain preceding or with the site of involvement. طيب المانجمنت في السن الصغير ده, احنا عارفين طبعا ان من ضمن الرولز بتاعت او المانجمنت ويز في التريتمنت اوف فرونتال فايبروزنج الوبيشيا الاورال اند انتراليجيونال ستيرويدز والانتي انفلاماتوري زي الانتي بايوتكس اللي هي اللي بتستخدم كانتي انفلاماتوري زي التتراسايكلين التتراسايكلين والريتروميسين والازيثروميسين وكده, والانتي مالاريال تابلتس برضو كانتي انفلاماتوري, وممكن ندي الفينسترايد اللي هو ال 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز, وممكن ندي حاجات امينو سبريسيف زي السايكلوسبورين او المايكوفينوليت وفيتيل. طبعا في الايدج ده ما ينفعش ندي التتراسايكلين, وانتوا عارفين ليه, قبل 12 سنه ما ينفعش. اوكي الحاجه الثانيه الفينسترايد ده بيتاخد في البوست مينوبوزل اكتر عشان بيبقى فيه ايه ارتفاع في نسبه الاندروجين, هي اصلا ما عندهاش لسه ما بقتش بيوبرت فما عندهاش اي هرمونز عشان انا هعكسها, يبقى الفينسترايد هنا هاز نو رول. تمام فالتريتمنت بتاعها برضو زي ما هي نفسها الحاله نفسها التشخيص بتاعها كان يعني فيه يعني تشالنج, برضو التريتمنت بتاعها فيه تشالنج. التريتمنت الحقيقه احنا ابتدينا معاها بالانتي مالاريال بس هي لسه ما جاتش تاني عشان نشوف الايه الدنيا فيها ايه. اوكي الامينو سبريسيفز كود بي جيفن, ما حدش هيقدر يقول لا يعني لو انت اديته. اوكي بس احنا ابتدينا الاول بالانتي مالاريال والتوبيكال ستيرويد مع المينوكسيدل. تمام طبعا من اذر اوبشنز اللي ممكن تتاخد الايه الاداليموماب والريتوكسيماب من ضمن الحاجات اللي ممكن, وطبعا فاينل الهير جرافتنج. احنا كل قصه ان احنا وي ار تراينج تو سيف ذا ريست اوف ذا هير, الحته اللي حصل فيها فايبروزنج الوبيشيا دي مش هتطلع, يعني التريتمنت اللي احنا هنديه ده كله ولا الله اعلم هنمشي عليه طول عمرها لغايه امتى. تمام بس تو سيف ذا ريست اوف هير هير, وطبعا هتحتاج في وقت ان احنا نعمل هير جرافتنج لان المنظر طبعا من دلوقتي بالمنظر ده وهي عندها 10 سنين هنجيب الصور تاني يعني مش منظر لطيف خالص, يعني شايفين الريتراكشن اكيد مش ايه يعني مش هيتساب مش هتتساب كده خالص يعني. اوكي بس احنا بنحاول اتليست يعني تو سيف ذا ريست اوف ذا سكالب هير. تمام طب نديها دكتوره بوتنت ستيرويد؟ احنا لا هنديها توبيكال بوتنت ستيرويد اندر اوكلوجن مرتين في الاسبوع مع مينوكسيديل, واديناها الانتي مالاريال وذاتس ات, وهنشوف بعد كده. انا بفكر ان انا ازود لها الميثوتريكسيت لو الاستجابه ما كانتش كويسه او يعني حصل ريتراكشن زياده. تمام يعني مش بروجريس للسايكلوسبورين والمايكوفينوليت وفيتيل, انا عايزه حاجه السايد افكتس بتاعتها تبقى مقبوله, يعني كل الحاجات اللي احنا هنديها موستلي لايف لونج, في حاجات هنضطر نديها فتره طويله, يعني الانتي انفلاماتوري هنديه لفتره لغايه ما الانفلاميشن او البروجريس يقل, بس بعد كده هنمشي على المينوكسيدل, وممكن نحتاج بعد كده بعد البلوغ ان احنا نديها حاجه فيها فينسترايد وهتمشي عليها لايف لونج, فلازم نقلل الايه الهازرز ونقلل الحاجات اللي هتعمل سايد افكتس از ماتش از بوسيبل. برضو الانتي مالاريا المفروض ان احنا قبلها هنعمل فاندس اكزامينشن وهنعمل ليفر فانكشنز وهنتابع مع العيانه بالاي سي جي وكده يعني. طيب نيكست كيس ده كان 54 years old male, الليجنز اللي عنده دي اوف 2 years duration itchy و burning, يعني على كلامه بيقول انها بتحرقه وبتهرشه. روزيشيا بابيلو باستر روزيشيا بابيلو باستر روزيشيا. طيب تمام ايه تاني ممكن نفكر فيه؟ وطبعا ده the first choice. طب ليه قلتي روزيشيا؟ there's no any comedons تمام. and there's papule retentus papule and pustules and distribution ايه اللي هو فين بقى؟ حلو الديستريبيوشن فين؟ over the center of the face. اه بالظبط كده centrofacial او in mid faces. تمام هي فعلا mainly الليجنز كلها نوديولز وما فيش باستيولز قوي الا واحده ولا اتنين بس, كلها اريثيماتس نوديولز وبابيولز وجايه سنتروفيشيال. اوكي ومعاها تيلانجكتيزيا برضو, لو بصينا كده بالكلينيكالي هنلاقي فيه تيلانجكتيزيا اهي تيلانجكتيزيا اهي. اوكي فا يعني طبعا ده اول حاجه هتتحط, بس ممكن يتحط الساركويدوزز. تمام اكني فورم ايرابشن, بس طبعا اكني فورم ايرابشن غير الاكني, الاكني لازم هيبقى معاه كوميدونز. الاكني فورم ايرابشن لو عيان حاطط ستيرويدز او واخد سيستميك ستيرويد ممكن يظهر له الاكني فورم ايرابشن وهيبقى وداوت كوميدونز, ودي موديكوزز برضو ممكن تتحط. اوكي عشان في اتشنج وفي بيرنينج وكده.
طب ايه المفروض ان احنا نعمله او هنشخص الحالة دي؟ يعني لو احنا لسه مش واثقين في التشخيص بتاعنا هنعمل ايه؟ أكيد المسكوب. ديرموسكوب. برافو عليك، المسكوب ديرموسكوب. ولا لأ؟ ايه بقى اللي احنا شايفينه هنا؟ بس لانجكتيزيا واضحة لانجكتيزيا لانجكتيزيا. واضحة جدا. اوكي، بتاعة الايه؟ يلوش اورنج، اورنج ديسكالوريشن موجود في الباك جراوند، ده ممكن يكون جرانيلوما. هي الحقيقة ما وصلتش انها تبقى جرانيلوما، بس في شوية يلوش ديسكالوريشن بيهايند. اوكي، حتى الباثولوجي طبعا ده مش بتاع الحالة اللي احنا ما خدناهاش يعني، بس انا جايبه لكم حاجة يعني ريليتد ليها. هيبقى فيها بيري فاسكولار بيري ادينكسل ديبوزيت اوف ليمفوسايتس، بس كده nothing more. اللي هتبقى جرانيلوماتس اللي هي الراينوفايما، ودي هتبقى فعلا فيها هيستوسايتس، وهتبقى مينلي برضو اراوند ذا ايه ادينكسل ستراكشرز. انما هي الحقيقه هي بس ده الايه اللي يمشي مع الحاله دي، ده لو احنا عندنا بقى جرانيلوما، انما ده في الراينوفايما زي ما قلت لكم. وده بس فور تيتشنج، بس بوريكم يعني المنظر هيبقى ازاي. وطبعا في الروزيشيا اللي بيبقى فيه كازيشن، بس مش زي اللي بنشوفه في اللوبس ميلياريس. لوبس ميلياريس اكتر، واللوبس فيلجاريس برضو. تمام، اللوبس فيلجاريس لوبس ميلياريس هيبقى فيهم كازيشن، الروزيشيا قليل قوي لما نشوف فيها. مين اللي هتبقى بيري ادينكسل ومعاها تيلانجكتيزيا اللي هيميزها سمول جرانيلوما، ده لو في جرانيلوما. طيب الميجور كرايتيريا بتاعتها طبعا اللي هي الفلاشنج والانفلاماتوري بابيولز اند باستيولز وتيلانجكتيزيا، وفي الاوكيولار روزيشيا مهمه جدا ان احنا نكزامن ذا اي لو احنا شاكين في روزيشيا. ممكن تيجي بس اوكيولار وما يبقاش معاها اي كوتينيوس مانيفستيشنز، يبقى في بليفرايتس، كيراتايتس، كونجنكتيفايتس، سكليرو كيراتايتس يعني سكليرايتس اند كيراتايتس، وانتيريور يوفيتس. والماينور فيتشرز عندنا البيرنينج سنسيشن اللي هو اشتكى منه، والستينجينج سنسيشن. ايه الفرق بين البيرنينج والستينجينج؟ الستينجينج يقول لك زي ما يكون حاجه بدبوس بيغزني، البيرنينج طبعا معروف. وخز. نعم، زي الوخز. زي وخزه. ايوه بالظبط كده. واديما لو في اديما معاها. اوكي، وبيبقى في دراي سنسيشن اوف ذا سكين، واحيانا طبعا ايه السكين بايبسي وان اوف ذا ماينور فيتشرز. اوكي، ايه المانجمنت بقى بتاع حاله زي كده؟ oral antibiotics طيب جميل، زي ايه الانتي بايوتيك اللي ممكن تديه؟ doxycycline دوكسايكلين كويس، برافو. ومترونيدازول وايه؟ also وميتريدازول. metronidazole سيستميك ولا توبيكال يا دكتوره؟ systemic سيستميك وتوبيكال، واي نوت. ممكن نحط okay. التوبيكال مترونيدازول جيل، yes. او حتى ايفن الفلاجيل سيرم ده اللي بيتاخد سوري السيرب اللي بيتاخد للاطفال يتحط، لو مش موجود المترونيدازول جيل يتحط توبيكالي كده كمان. تمام، يعني زي ايه تاني؟ معلش، البريموندراس دكتورة هذا بالظبط كده. ها، وايه تاني؟ ده عشان تلانجكتيزيا. الايزو الايز بالظبط كده، او ندي ده عيان راجل اطفال فيه فاحنا ما نقلقش من الايزو، يعني اي كان ستارت ويز ايوه ايزو، هو بالظبط. اصلا حاله سيفير. فبالنسبه لي انا حاله زي كده انا ابتديت معاها ايزو على طول. اوكي، اديته توبيكال فلاجيل، اوكي المترونيدازول يعني، واديته توبيكال ايفرزين. دكتورة هذا احنا ممكن نديله ما ايفرزين لسه تايبر بقولك، كمان معانا، اديها تابلس وممكن تديها توبيكال تابلت على اساس ان دوت بالظبط يعني. بس لو كان في لو كان في ديموكوزس صح لو دكتور؟ عملتي وانت بتشوف بالديرموسكوب لقيت في ديموديكوزس، اوكي لو اسوشيتنج ليها هيبقى له ديموديكوزس رول، انما لو مش اسوشيتنج ملوش لازمه. انا اللي عملته ان انا اديته ايزوتريتيناين وتوبيكال مترونيدازول، تمام وبس، وخلاص على كده. وهجيب لكم صور ان شاء الله لما يتحسن ان شاء الله. تمام، يبقى في جنرال ميجرز اللي هي ان احنا طبعا اللايف ستايل بتاع البيشنت شود بي تشينجد، ما يتعرضش للشمس كتير، ما يتعرضش للحراره كتير، يحط سان بلوك كويس، وبالذات يكون ايه حاجه فيزيكال سان سكرين، وافويدنج التريجرنج فاكتورز اللي هي الكحول والفروتس اند فيجيتابلز اللي هي ممكن تكون بتزود المشكله عنده، والديري برودكتس. وفي ناس قالت ان الميت برودكتس برضو ممكن بتزودها، الميديكيشنز اللي بتعمل فاس دايلاتيشن، تمام، والكوزماتيك برودكتس لو هي فيميل ما تحطش كوزماتيكس كتير، والهوتنس والهاي تمبريتشر يعني، والاكسرسايزنج يعني المفروض، واي سي فود وسبايسي فود طبعا، واذرز بقى حاجات زي المويسترايزرز الكلينسرز، يبقى جنتل كلينسر ما تديلوش حاجه للاويلي سكين عشان ما تزودش الدراينس عنده، والفيزيكال سان سكرين زي ما قلنا. اوكي، وافويد بقى الاكسفولينس لو هي واحده ست ما تقعدش بقى رايحه جايه تحط مقشرات وعماله تعمل اكسفوليشن وتعمل تقشير كل شويه. اوكي،
والحاجات الالكوهول بيز توبيكال برودكتس برضو هتعمل له اريتيشن اكتر. اوكي، اللي بعد كده السبيسيفيك تريتمنت بقى، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها. الاريثيما ممكن تتعالج ب بالس دايليزر، ممكن اي يعني بالس دايليزر او الاندياج ليزر، ممكن البريمونيدين زي ما انتوا قلتوا، او الاورال بيتا بلوكرز لو شديده. اوكي، والانفلاماتوري بابيوز وباسيوز، يا اما ممكن ندي ازيليك اسيد، ايفرزين زي ما قلنا، ايفرمكتين، مترونيدازول، اريثروميسين توبيكالي اور سيستيميكالي، وبرضو السيستميك مترونيدازول. والتلانجكتيزيا اتكلمنا عليها قبل كده، ممكن حتى الالكتروديسيكيشن بالهايفريكيتور بالهيد الصغيره تشتغل على التلانجكتيزيا لو انت ايدك خفيفه. طيب النكست كيس، دكتورة، هنا في الاريثيما ممكن ندي بيتا بلوكر زي توبيكال عشان ما احنا نقلل قلنا الاريثيما اه برضو احنا قلنا معاها. البريمون البريمونداليس او البريمونيدازول، قلنا اللي هي القطرات اللي فيها ايه بيتا also بلوكر. التايمولول ما هي القطرات اللي فيها التايمولول البريمو also اه can help. التايمولول والحاجات البيتا بلوكرز هتستخدم توبيكالي، عشان بدل ايه ما نحتاج ان احنا نعمل حاجه ايه ليزر يعني او انترفينشن. طيب نكست بس بتاخد وقت طويل يا دكتور اه صح؟ طبعا الليزر اسرع يعني، بس لو العيان مش هيقدر على ثمن الجلسات الليزر ممكن ياخد التوبيكال ابلكيشن دي. طيب دي حاله 42 years old وليجن اوف 7 months duration واسيمتوماتيك زي ما احنا شايفين كده، على الفورهيد، في على النوز، على التشيكس، وعلى الفرونت او الاكستنسورز بتاعه الفور ارمز اند هاندز. وات دو يو ثينك؟ اكتينيك لايكن طيب ليه اكتينيك لايكن؟ ديستريبيوشن سان اكسبوز distribution في سايت sun exposed هايبر areas. بيجمنتد بيتا، وايه تاني برضو عايزك تعرفي زمايلك؟ هايبر بيجمنتد بيتا بالظبط كده، الزون زون حواليها هاي بيجمنتد اراوند ات باينه قوي، دي لسه اكتف يا جماعه، دي لسه اكتف. شايفه شايفه الليجن دي وكلها جايه في الايه، في الفوتو اكسبوزد ارياز، على الدورسا اوف ذا هاندز، وعلى الفور ارم، وفي الفيس. اوكي هي في الفور ارم والهاند واضحة أكتر من بالظبط الفيس. كده، برافو عليكي. بس هي ده طبعا دايما احنا دايما نشوفها في الفيس، بس الحاله دي كانت برضو اكسبشنالي جايه، هي دايما بتكشف دراعاتها وهي بتشتغل وهي فارمر، فايه فالدنيا باينه عندها قوي ايه، على الهاندز وعلى الفور ارمز. تمام، طيب خلاص احنا وصلنا للدايجنوزز. طبعا اكتينيك لايكن ممكن اي حد بقى يقول فوتو كونتاكت، ماشي، لو هي مثلا بتتعامل مع حاجه ايه كيميكالز او الحاجات اللي بيستخدموها بقى في الري ولا في التسميد ولا اي حاجه من هذا القبيل، او السماء اللي اسمها ايه التانية اللي بيرشوا بيها الانسكس، الانسكسايدز، الحاجات اللي بيطهروا بيها. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها عشان نوصل للدايجنوزز؟ الدرموسكوبي، الديرموسكوبي ماشيه يا باشا، بايوبسي، والباثولوجي. الديرموسكوب بتاع الاكتينيك لايكن يا جماعه، ايه الحاجه السبيسيفيك فيه؟ بيبرنج، البيجمنت، بيبرنج اه البيبرنج، البيبرنج يعني البيجمنت. تمام، اللي هو بس ايه بيبقى لونه شويه ايه يعني نقول بلوش كده تو جراي، نتيجه البريزنس اوف ميلانوفيجز ان ذا ديرمس، صح كده؟ ديب وده اي ممكن يبقى على فكره في حاجات كتيره مش بس في الاكتينيك لايكنج، البيبرنج ده موجود في حاجات كتير، بس الباثولوجي بتاعها ايوه يعني كاركترستيك ان هو زي الباثولوجي بتاع اللايكن، بس مع البريزنس اوف يعني الميلانوفيجز هنا بتبقى بروميننت قوي، والابيدرمز بيبقى ثند. طيب المانجمنت هنعمل ايه للست دي؟ هدي بلاكوني طيب الاول احنا هنقول لها افويد ذا بدون سان، بروتكشن اهم حاجه بالضبط الجنرال ميجر افويدنج سان اكسبوجر، يوز سيوتابل سان سكرين، فيزيكال بيتر ذان كيميكال، لان الفيزيكال بيشتغل على اليو في اي والايه والفيزيبل لايت، ودول والبي اكتر حاجتين بيعملوا لها مشكله. والسبيسيفيك تريتمنت بقى هندي سيستميك انتي مالاريال زي ما انتوا قلتوا، ممكن سيستميك اور توبيكال ستيرويد. في الاكتيف ستيج دي انا ادي كمان ستيرويد سيستميك، يعني العيانه لسه اكتف، طول ما الريم اللي احنا شايفينها دي اللي احنا شفناها من شويه دي موجوده عندها اراوند ليجنز، ده كده لسه اكتف. اوكي، فانا دي هديها سيستميك ستيرويد مع البلاكنيل، مش هديها بلاكنيل بس. اوكي، بس اهم يعني بتقصد يا دكتورة الهايبو بيجمنت دريم اه ايوه الهاي بيجمنتد ريم اللي موجوده دي معناها ان تمام لسه في اكتيفيتي، والسكيلز انت عاده بتشوفي هايبر تمام بيجمنتيشن بس في الاكتينيك، صح؟ اللي بتشوفيه هايبر بيجمنتيشن اي تمام بتميزيها من اي الديستريبيوشن بتاعها في الغالب، انما دي لسه اكتف، فانا لازم اديها حاجه عشان توقف الاكتيفيتي وتقلل الانفلاميشن، فانا هديها الاثنين، هديها السيستميك ستيرويد وهديها البلاكنيل،
وامشيه عليهم فتره لغايه ما الاكتيفيتي تروح. اللون بقى ما يهمنيش، المهم انها توقف الاكتيفيتي اولا، وبعدين تبعد عن الشمس as much as possible، لان الحقيقه اللون هنا ما بيروحش، يعني بيبقى فرستريتنج قوي. وانا ما انصحكوش ان لو عيان جالكوا عنده اكتينيك لايك ان انتوا تمدوا ايديكوا الصراحه. اوكي، انت ممكن تديله اي حاجه توبيكال وتمشيه عليها وخلاص، ممكن توبيكال ريتينويد او كليجمان ومعاه صن بلوك كويس وخلاص، وكان الله يحب المحسنين. طيب النكست كيس دي 39 years old female، الليجن زي ما احنا شايفينها on one side و 5 months duration و itchy. هي ملهاش صورة تانية الحقيقة. Like an aureus. برافو. او ممكن تكون لايكن بلانس. لايكن بلانس مش مبلوعة دي. سنجل ممكن نشوف الدرموسكوب ده موجود؟ لا احنا هنفكر الاول ومش هنشوف الدرموسكوب دلوقتي، دي مالهاش درموسكوب عندي. تينيا نيجرا. تينيا نيجرا. طيب والله هو تشويس حلو بس احنا مفكرناش فيه الحقيقه، لان اولا التينيا نيجرا عاده بتحب اكتر البالمز والسولز مش الاريا دي، تمام، بسايز انها تبقى بلاكش شويه اكتر منها براونش، ومور اور ليس هيبقى فيه شويه اكتيف ايدج يعني، ولو حتى من قبيل انها ايه يعني تقول ان انا تاني بس يعني، او سكيلز حتى، بس دي ما كانش فيها سكيلز. اوكي، ممكن تيرا فيرما. إيه لا تيرا فيرما لا هي ما كانتش، لا ما كانتش تيرا فيرما. ستيسس درماتايز. برافو عليك، مين اللي قال ستيزس درماتايز؟ أحمد. ذكرك يا احمد. ايوه ستيزس درماتايز فعلا، لان هي كان عندها فاريكوز فينز، بس للاسف الصوره بتاعت الفاريكوزيتيز مش باينه. وجايه فين؟ عند الميديان لاريس، الميديان تمام، ده لاريس. الكومن سايت واتشي، تمام. فهي بدايات الستيزس درماتايتس بتيجي بالبيجمنتيشن، الاول هيبقى في الليجن دي هيحصل فيها هايبر بيجمنتيشن نتيجه الهيموسيدرين اللي هيطلع، اوكي، وهتبتدي تبقى اتشي، وشويه شويه ممكن تدخل اكيوت او سب اكيوت او كرونيك على طول، يعني ممكن تبتدي كاكيوت او تدي سب اكيوت اكزيما او تدخل على طول على كرونيك اكزيما. هي هنا نقدر نقول انها ايه يعني في increase في السكين ماركينجز مور اور ليس، ولا انتوا مش باينه في الصوره؟ due to itching. بس في نفس الوقت انتوا لا برضو شايفين انه في هنا ايه يعني مش بيربيريك ليجنز، يعني زي ما تكون في بيربيريك ليجنز بس ايه براونش ان كلر كده، ما فيش ريسنت بيربرا باينه، تمام. فده فعلا يتحط لها لايك اوريس، ودي من ضمن الحاجات اللي اتحطت في الديفرنشال، بس اول حاجه فكرنا فيها للسيزز درماتايز عشان السايت وعشان فاريكوزيتس. اوكي، والشامبرج صعب يعني يتحط، بس الشامبرج عاده بيجي باي لاترال، تمام، وبيجي في اولدر ايج، وفي نفس الوقت يعني ايه بيبقى منظره يعني اه ماشي، هو بيبتدي برده في الحته دي وبعدين يزيد، بس هي بقى لها 5 شهور بس لوكالايز للاريا دي، تمام. فالشامبرج يتحط او بوست انفلاماتوري لاي حاجه بقى. طب الانفستيجيشنز عملنا لها دوبلر وطلع بوزيتيف، المانجمنت بقى هاو تو مانج ذيس كيس؟ هنمانج البريك الباريكوزيتس اللي هي السبب، ازاي؟ نحاول الجراحة توعي هو كومبريشن. اهم حاجه الكومبريشن، كومبريشن ثيرابي فور فاريكوز فينز. طبعا احنا اللي هنقول لها لو انت عايزه تعملي مثلا ايه سكليرو ثيرابي روحي اعملي، اوكي، فات ويل هيلب، ودايما تقعد وهي رافعه رجليها، الكلام اللي احنا بنقوله دايما لعينين الفاريكوزيتس، ما تقعدش فتره طويله في مواصله، ما يعني ما تبقاش قاعده او نايمه ورجليها تحت، لازم ترفعها على مخده اعلى من راسها، الكلام اللي بنقوله عاده. بس برضو توبيك ممكن ايه هنعملها كومبريشن ثيرابي، وده هيحسن ايه الريتيرن او الريتيرن بتاع البلاد تاني، فهيقلل الايه المشكله اللي هي حاصله الستيزس درماتايتس دي. ودايما في الستيزس درماتايتس يا جماعه التريتمنت بيبقى توبيكال ستيرويد وايموليانت بس، اوعى تدي توبيكال انتي بايوتيك لانه هيعمل لك الرجي. اوكي، لو عشان البيجمنت بقى اللي هي الهيموسيدرين اللي طالع، ممكن ندي اي فيتامين كي توبيكال كريم زي الهيموكلار يعني، عشان دايما يسالوني ايه الفيتامين كي توبيكال ده، ممكن ندي بنتوكسيفيلين عشان نحاول نحسن السيركيليشن شويه، والاتشنج هندي انتي هيستامين، يعني كلها هتبقى ايه زي ايه سيمتوماتيك تريتمنت. اهم حاجه الكومبريشن ثيرابي فعلا زي ما احمد قال. طيب النكست كيس ده 5 years old boy، دي الحالة سهلة، lesion on both eyelids و no other affected areas و itchy a little bit itchy، تمام.
معلش بقاله بقاله قد ايه يا دكتورة تقريبا ندى؟ خمس، لا هو بقاله قد ايه، لا انا مش فاكره، بس تقريبا كام شهر. طب في حاجة في عين nothing راس nothing شعره أو at حاجة؟ all يعني، بس localized localized eye lid eyes psoriasis eye eye psoriasis. lid ايوه psoriasis بنشوفها، eye السكن psoriasis سكيلز شكلها عامل ازاي. ما علشان كده بسأل في حاجة يعني في هي الهيد بس ولا لأ، السكيلز لأن سكيلز على أنا الأيمبراو بحب كده زي ما احنا الحاجة برضه شايفين، بتبقى في الهيد بس أكتر. السكالب كان فري completely free. اوكي هي bilateral bilateral and اوكي symmetrical زي ما احنا شايفين كده، both eyes تمام are affected، والسكيلز زي ما احنا شايفينها silvery white. طبعا عملنا له درموسكوبي، والدرموس طبعا فكرنا برضو اكتر حاجة سورايسس، بس اتحط السيبوريك درماتايس والاكزيما. اللي اتعمل درموسكوبي زي ما انتوا شايفين الليجن شكلها عامل ازاي، دي الاوسبيس ساين اللي هي الريجولار دوتد دوتد بلاتلتس دوتد والريجولار not دوتد present بلاتلتس signs bleeding. والسكيلز اللي هي برضو سيلفري وايت سكيلز، فهي سورايسس. طيب الفكره بقى التشالنج هنا هاو تو ديل او هاو تو مانج ذيس كيس، هي لوكالايزد وعند الاي، هتحط لها ايه ولا هتعمل لها ايه؟ احنا بندي سيرولين بالظبط سامبل الستيرويد ممكن، بس يعني لو ميديكال هندي ستيرويد ستيرويد يا شباب فوق هيبقى هيدروكورتيزون تمام، وطبعا بريفيرد عنه ان احنا ندي بيميكرالمس ممكن او التراليمس، بس بحذر او تزولني. وهي الام بتحطه تدهنه بحذر عشان ما تدخلوش جوه العين تمام. طب دكتورة غادة الكالسيبو ماشي، هي بس يا انا دكتورة غادة؟ بتكلم على يعني انت برضو خلي بالك الفيتامين دي كريمز هي اكترها اوينتس، هتحطيها ازاي على العين؟ ما هي دي المشكلة يعني، هي كلها الكالسيبو هيل والحاجات دي كلها هو اوينتمنتس ايه مش معلش كريمز. ايه طب ايه ايه المشكلة ما احطها كريم؟ انا هعمل اوكلوسيف يعني هزود الايمولينت يعني ماشي اتس هحسن اوكي، الدنيا، ممكن ممكن في ممكن السورايسز تحطيه، انت بتحط بس فازلين. يعني اي مين يعني ان احنا لو هنحط اول حاجه هنفكر فيها البيميكراليمس او يعني الكالسي نيورون انهبيتورز، وبعدين بعد كده الهيدروكورتيزون. ماشي يا ستي، ثالث حاجه هنحط الايه؟ الفيتامين دي انالوجز. اوكي فاس اوكي، بس يعني مش هتدي النتيجه اللي هتديها الكالسيوم شانل بلوكرز او الكورتيكوستيرويد. وطبعا متابعه، لازم العيان ده يتتابع عشان لو لا لو ظهرت حاجه تانية. كان معايا حالة وتحسنت والله جدا طيب تمام يعني كان كويس جدا طيب والنتيجة كويسة اوكي، خالص. شكرا على المشاركه يعني. اوكي طيب نشوف النكست كيس، دي كان 37 years old female asymptomatic lesion وبقالها 4 شهور تقريبا على الفينجر بس والدورسة اوف ذا هاند، يعني ما فيش غير الصوره دي ليها، هتفكر في ايه؟ او مايكوباكتيريال انفكشن او بكتيريال فلاحه يا دكتوره غاده؟ هي فلاحه او مايكوسيس مايكوباكتيريال، قلتي مايكوباكتيريال انفكشن. لا احنا هنفكر يعني في او فانجل او فانجل اللي هو يعني مين اسمه ايه انا الفانجس، او اسمه ايه حاجه الفانجس فايرال اللي اللي بيعمل هي المنظر ريليتد ده؟ للكامز اللي هو، ما هو انا مش فاكراه من الطريق سبوروتريكوزس اللي انا مش عارف. او سبوروتريكوزس التالت حاجه بقى التالته بتاعتهم، تالته ثابته ليشمانيا، على وهي جايه ليشمانيا من انديميك اريا فيها ليشمانيسيس. التلاته دول ها يدوا نفس المنظر، السبوروتريكويد ديستريبيوشن ده يجي مع السبوروتريكوزز، ويجي مع الاتيبيكال مايكوباكتيريا، ويجي مع زي ما قلنا كده ايه احنا قلنا ايه ليشمانيسيس. اوكي الليشمانيا لو هي كانت عندها هيستوري اوف هي جايه من انديميك اريا وهيستوري اوف بايت او ساند فلاي ايه بايتنج، والمايكوباكتيريا انفكشن اكتر مع الناس اللي بتتعامل مع الميه وعندها ايه احباط سمك او بتتعامل مع يعني الميه والسمك وكلام زي كده، والسبوروتريكوزز الناس اللي بتتعامل مع الزرع والورد والكلام زي كده. اوكي بس ده مش ده في الهيستوري، عندنا احنا بناخد هيستوري ممكن ايه هنفكر في حاجه يعني نتوجه لحاجه معينه، بس ايه احنا مش هنقدر بس بالهيستوري ان احنا نعرف، لازم نعمل حاجه. What would we do؟ the cultures او ال PCR البي سي ار هيبقى بالليشمانيا غالي شويه، وكده طب ما يعني. عندنا حاجه اسهل البايوبسي والدرموسكوبي تمام. هو الدرموسكوبي واحد تقريبا اوكي، بس هنا زي ما احنا شايفين في شويه الستريشنز كده كانت باينه. الباثولوجي بقى it showed diffuse granuloma with separative granuloma with neutrophils. هنا لما قربنا شويه نيتروفيلز باينه يا جماعه ولا لا؟ دي هيستوسايت اهي، السيلز اللي هي النيوكليوس بتاعتها كبيره وفيزيبل نيوكليولاس فيها
يعني السيل زي ما احنا شايفين النيوكليس بتاعتها شفافه والنيوكليولاس باينه، اوكي، والسيتوبلازم طبعا بينك، وهنا نيتروفيلز بقى ليكس اوف نيتروفيلز كتير قوي قوي قوي، تمام. فدي بنسميها سيبريتيف جرانيلوما، دي بتبقى موجوده في الثلاثه unfortunately، بتبقى موجوده في الثلاثه. سيبريتيف جرانيلوما موجوده في الليشمانيا، موجوده في الاتيبيكال مايكوباكتيريا، وموجوده كمان في السبوروتريكوزس. طيب احنا هنعمل ايه تاني بقى؟ كلتشر زي ما انتوا قلتوا ماشي، بس الكلتشر ملستين. بياخد وقت طويل، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ستين. انا هعمل ايه بقى الستينز اللي هنعملها؟ ستين. لو انا بفكر في السبوروتريكوزس هعمل ايه؟ جيم ساستين تقريبا، جيم ساستين سبوروتريكوزس بي اس، تمام. لو بفكر في الليشمانيا هعمل الجمسه، تمام. ولو بفكر في الاتيبيكال مايكرو جلسة. بكتيريا هعمل الزل نيلسون، تمام. فانا عملت البي اي اس لان انا اصلا فكرت ان هي بتتعامل مع الزرع وكده في البي في الاكتر في السبورو، وطلع ايه؟ بوزيتيف، يبقى دي سبورو تريكوس. طيب وات وود يو دو المانجمنت بقى، هتعمل ايه للعيانه دي؟ السبورو تريكوس ده عباره عن ايه؟ دي فانجال انفكشن، تمام. يبقى هو دي الديزيز فنجس. هيبقى هي واحده من الديزيزز اللي في الدرماتولوجي اللي بتتعالج ب الساتوريتد بوتاسيوم ايداي سولوشن، اوكي. ايه تاني بيتعالج بالبوتاسيوم ايداي سولوشن؟ احمد هيقول لنا الاثيمانودوزم، برافو. ايه تاني؟ الاثيمانودوزم. الاثيمانودوزم السويت، صح، تمام، اوكي. اوكي. طيب هي إيه دي الحاجات اللي معلش يا دكتوره غدا، هو احنا ده هو احنا تركيبه، ده اه ده تركيبه تركيبه. ولا ده ايه يا دكتوره غدا؟ معلش يعني انا هتكتبي بكتب له كده اس اس للصيدلي بي او ايه؟ اي، وهو هيعمل لك الايه، سوبر ساتوريتد بوتاسيوم ايداي سولوشن. هو المفروض بره بيتباع جاهز، بس احنا عندنا هنا في مصر مش وبيتاخد موجود. ازاي؟ بيتعمل تركيبه، بيتاخد ازاي؟ بيتاخد 5 دروبس 3 تايمز ا داي طب ايه؟ على حاجه ليمون جوس او يعني حاجه حمضيه عشان تضيع طعمه لانه فيه مراره شويه، وبعد كده بتزودي نقطه كل يوم في الدوز، تمام، لغايه ما توصلي لايه، للماكسيمم دوز اللي هي بتبقى، نعم، الماكسيمم هيبقى كام بقى؟ الماكسيمم هتبقى 30 دوز الماكسيمم هيبقى بير كام؟ داي. ما انت لا خمسه معلش ثلاث معلش دكتورة مرات غدا تاني معلش، يعني أنا يس، هبدأ له خمسة 3 مرات، وكل هتزودي لغايه ما بقى توصلي بكده للضعف، هزود توصلي نقطة للضعف، كل مرة ايوه، لحد ما أوصل تمام. ل 30. طب ده من طبعا أول إيش كام؟ دي لو حد عنده ثايرويد بروبلم ده اولا، ولو واحده بريجننت دي ثانيا، او واحده عندها مثلا دي اتش، ماشي. لان احنا بندي ايودين، اوكي، وفي نفس الوقت برضو مش هتديه لو حد عنده سنسيتيفيتي للايودين. يعني لازم الاول تعملي التست دي كلها وتتاكدي ان الثايرويد فانكشنز كويسه، لا هايبو ولا هايبر، ان العيان ده مش دي اتش، ما عندوش دي اتش، اوكي، وانه ما عندوش سنسيتيفيتي للايودين ومش بريجننت. طب الدي اتش انا دي هعرفه اتش ازاي؟ هتعرفيه كلينيكالي، يعني انت لو عيان متشخص لك دي اتش مش هتديه بوتاسيوم ايدايد ما هو يعني، يعني لا ما هو ايوه ايوه، لو متشخصه دي اتش مش هديله، يعني هو انما خلاص لو هي يعني مش دي اتش مديله. هيجي لك انت ماشي اوكي. ويقف عندك بس اي مين لو هو اوريدي مش متشخص دي هتحفظ اتش ما بقى. تديلوش يعني، تمام. بس ولو بريجننت او اوكي لاكتيتنج برضو ماشي بلاش، اوكي اوكي، بس انما اذروايز اتس ا جود تشويس، يعني ممكن اوكي تتاخد ماشي. عشان الاتراكونازول بيتاخد 3 تو 6 مانثس. الاذر تشويس ان احنا هندي سيستميك انتي فانجل وهنمشي عليه من 3 ل 6 شهور، بس طب طبعا معلش هنعمل ليفر فانكشنز اول ثرو طول الوقت ده، اوكي. السلام عليكم، الصوت والصورة وحشين وعليكم السلام دلوقتي. ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا بنتخانق في ايه من شويه، في الاتراكونازول ولا كان كنا بنتخانق على حاجه تانية؟ لا خلاص دي ما كنا اتش بنتخانق. طيب يبقى الاذر تشويس اللي هو الاتراكونازول، تمام، وهنمشي عليه خلصت من دي 3 to 6 months، تمام. ممكن في طريقه ثالثه يا جماعه، ان احنا ممكن نعمل طب ميكانيكال دكتورة ديستراكشن، غدا معلش ممكن دكتورة نعمل غدا ديستراكشن طب لليجنز، تمام، لو هي يعني مش عامله يعني ما فيش ليمفاتيك انفولفمنت وهي بس واحدة أو اتنين. طب احنا ايه اللي يخلينا نقعد نلف وندور وناخد التريتمنت وكده؟ واي نوت زي ما بنعمل في الليشمانيا ان احنا نعمل لها ديستراكشن مثلا باي الكترو او كرايو،
ده اقتراح يعني، ده برضو حاجه كويسه انا شايفاها انها مناسبه وهتقلل السايد افكتس بتاعه الايه الاذر تريتمنت. انتوا عايزين تقولوا حاجه تانية؟ معلش يا دكتوره غاده، معلش، هي الليشمانيا لما بتجي انا بفرق بينها، هي يعني مثلا احنا اولا بشوفها نفس الكلام، ما انا بقول هي لك نفس شبه المنظر، الاكسايما كده شويه. ثلاثه نفس المنظر. اها لا انا مش قصدي على الحاله دي، مش قصدي على الحاله دي دكتوره غاده، هي بتبقى شبه ايوه الاكسايما، يعني هو حد جاي في المستشفى يقول انا جاي انا في الجيش والجيش بتاعي بخدم فيه وديت ليشمانيا، الحته اللي انا بخدم فيها منتشر فيها ليشمانيا وعامله زي الاكسايما بتاعت زي الاكسايما في بس اللور هي ليمب. اساسا ابتدت ببابيول او نوديول وهو فاكر ان هو اتقرص او حاجه زي كده، متاكد يعني؟ اه لا هو ما هو بيقول هنا انا منتشر حاجه، منتشر هنا عندنا الليشمانيا في الحته بص اللي يا انا دكتوره، بشتغل هي اللي كونها انا بخدم منتشره فيه. حاجه ويكون هو ايوه فاكر ان هو اتقرص حاجه تانية. طيب تمام اوكي ايوه هو بيقول انا اوكي اتقرصت، هو قال ولكن انا هي زي الاكسايما اوكي، يعني، ممكن هي تكون شبه هي عنده الاكسايما، انفكشن حصل عليها. هو بياخد سيستميك انتيبيوتيك دلوقتي، فانا الحقيقه قلت له انت كده كده تمام البنتوستان دوت بيتصرف في مستشفيات الجلديه، فقلت بما ان هي مالتيبل وكتير فيعني برضو حتى كرايو بدل هتبقى مالتيبل ديستربتيف قوي، وكتير، هيبقى لا يبقى شكل لازم ياخد الرجل مش سيستميك حلو. او هيتحقن انتراليجنال بالبنتوستام، بس ممكن يكون في ما سكندري انا قلت انفكشن كده برضه عشان كده بيظهر حولت، شكلها بس زي انا الاكسايما. بسأل. واي نوت هو مع الاكسبوجر في المنطقه دي ايوه للديرت او كده حصل فيها سكندري انفكشن، خاصه انها اسريتد ما يمنعش يعني. ده هي ما كانتش ألسريت، هي شبه الإكسايما وعليها سكيل كده بس انديوريتد تحت ايدي. طيب ما ليه ما تعملهاش بي سي ار زي ما قالوا لو في امكانيه، لو هو ممكن يتعمل له يعني، او تعملي تاخدي لها بايبسي عشان تتاكدي الاول طالما انت مش متاكده 100% before you start the treatment. ما هو انا حولت بقى هناك على انا حولته على مستشفى الجلديه، قلت حتى لو هم هيعملوا له اي طيب حاجه ماشي، انا وحتى بقول لو لك علاج انت شايف هيتعمل حاجه ومش هناك. متاكد منها، ليه ما ناخدش بايبسي؟ ليه ما نبصش بالديرموسكوب؟ سيمبلي يعني هتلاقي شوفي دي جرانيلوما مش ولا مش جرانيلوما، يعني انت عندك فاسيلتيز كتيره تاكدي الاول، ما تاخديهاش بس بالشبه لمجرد ان هو جاي من حته فيها ليشمانيا وانت مش متاكده 100% ان دي ليشمانيا. تمام، ما هو عشان كده احنا عندنا التولز بتاعتنا دي لازم نستخدمها. طيب النكست كيس دي سهله خالص يعني، عارفه شو ده؟ شكرا 40 دكتور years غالي. old female lesions بقالها 4 weeks واسيمبتوماتيك. تمام، في البوث ليجز يعني، دي واحده ودي الثانيه. اوكي And حلو that السؤال، جميل diabetes جميل. هي diabetic طبعا لما جت قالت diabetic اي دونت نو بت ام بريتي شور ان انا يعني، انت عارفه العيان المصري، لا انا ما عنديش. اوكي طب انت حللت؟ لا ما حللتش، فطبعا لازم يتعمل لها تحليل. طب ليه انت فكرتي في ايه؟ نيكروبايوزس لايبوديكا، ميكروبيوتيك بالظبط كده. لايبيتيكا اه بالظبط كده، هي الحاجه اللي ميكروبيوتيك بنفكر لايبيتيكا فيها النيكروبايوزس لايبوديكا. فالانفستيجيشن اللي المفروض يتعمل ان احنا نكسكلود الدايابيتس، بس هل هي لازم تيجي في دايابيتيك بيشنت؟ مش لازم. بصوا لا بقى لا مش لازم، بالعدد لا مش شرط. تلت العيانين دايابيتيك، تلتهم بري دايابيتيك او هاز ذا لايبيليتي تو جيت دايابيتس، والتلت اللي فاضل ما عندوش اي مشكله. اوكي يعني حضرتك ان احنا لازم نعمل يعمل لها لها في الحاله بالظبط دي كده، تعمل هو هوم ده اي اللي ار بيتعمل عشان لها. اطمن على يعمل لها طبعا نشوف الاول اذا كان في عندها فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، ونعمل لها الفاستنج بوست برانديال، وبرضه نعمل لها الهوم اي ار. اوكي لان احنا ممكن ما تبقاش في دايابيتس بس يبقى عندها تندنسي انسولين ريزيستنس يعني. اوكي واكيد الديرموسكوب والبايوبسي، الديرموسكوب زي ما احنا شايفين تمام في تيلانجي طبعا، الايه ال يلوش تو براون يعني ايه تنج بتاعه الجرانيلوما، بس اللي بيميز النيكروبايز لايبوديكا البريزنس اوف تيلانجيكتيزيا والاتروفي او السكارنج اللي موجود في الميدل، كمان شايفين السكارنج الوايت سكارنج ده، فده ايه سبيسيفيك قوي في النيكروبايز لايبوديكا. الباثولوجي بتاعها هي باليسيديك جرانيلوما. اوكي بس هيبقى معاها ايه؟ فين احمد؟ وفين ايات؟ مش سامعه صوتك النهارده ايات، مش موجوده. ها قولي يا احمد ايه؟ كوليسترول كليفت ولا لا غير الكوليسترول كليفت، كوليسترول كليفت
هيبقى فيه بقى لا يوصل كده اون سوبايوسس ذا كولاجين، هيبقى فيه فايبرنت باليسيتنج ديبوزيشن اللي هو اللون الاحمر ده ان بتوين كولاجين باندلز، غير الجرانيولوما انيولار اللي هيبقى فيها ميوسن، صح كده؟ يعني هيبقى الاثنين هيبقوا باليسيدنج، بس واحده هيبقى الكولاجين فيه ميوسن ان بتوين ذا كولاجين باندلز ومش فايبروزنج، وعشان كده الجرانيولوما انيولار هي از وذاوت ا تريس، بتسيب بس بيجمنتيشن، بينما النيكروبايوز لابوديكا بتهيل وذ سكارينج. تمام؟ اوكي. طيب ايه المانجمنت بقى؟ هنعمل لها ايه دي؟ هي البنت طلعت ما عندهاش دايابيتس وما عندهاش توبيكال الام ار اي ستيرويد. طلع ما فيش فيه حاجه. توبيكال ستيرويد، بوتن توبيكال ستيرويد، وات ايلس؟ ممكن انتراليجنال كمان ستيرويد. تمام؟ ولو في دايابيتس كنترول دايابيتس. اوكي؟ ممكن ندي بنتوكسيفيلين، لانه برضو الدايابيتكس والبري دايابيتكس بيبقى عندهم ايه، وجزء من الايتيوباثوجينيسيس بتاع النيكروبايز لايبوديكا بيقول لك انه ايه المايكروفاسكليتشر بيبقى فيها مشكله، زي يعني زي اي حد دايابيتك او بري دايابيتك. وممكن طبعا ايه حاجات التيومر نيكروز فاكتور الفا انهبيتور، لان هو انفولفد في الايتيوباثوجينيسيس زي الانفليكسيماب مثلا يعني. بس طبعا احنا مش هنوصل للليفل ده، احنا عادة بنشتغل ايه بالانتراليجنال او التوبيكال ستيرويد، وممكن ندي معاه بنتوكسيفيل، بس الريزلتس ما بتبقاش يعني كويسة، بتبقى فرستريتنج يعني، عادة دايما برضو بتاند with سكورينج. طيب النكست كيس ده 40 years old male lesions on both forearms of months، بقاله كتير و asymptomatic و increasing in number. برافو. ليه بقى قلتي بروكاريوتوسيس؟ في سان، ممكن في سان اكسبوز اريا و اولدر ايج، وشكل الليجنز الادج بيكون ريز، انه بلات بابيولز والريزد ادج، مش عارفه. طيب الانفستيجيشن احنا هي لما عملنا الديرموسكوبي باين الدبل ايج بتاعها. نعم معلش ممكن Which one؟ بعد اذنك الصوره الاولانيه Which one دي؟ الصوره الاولانيه تاني This one؟ ما هي اول واحده. لا 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 واحده ودي، هما ملوش غير أيوه. صورتين، واحده جريده وواحده كلوز اب. تمام، والديرموسكوبي بتاعها اهي. تمام، والباثولوجي زي ما احنا شايفين ده ايه بقى؟ وات وي كول كورنويد لاميلا. برافو عليك يا احمد، اللي هو بيبقى فيه كورنويد لاميلا ابربت باراكيراتوسيس، بتبقى واخده كومباكت او باراكيراتوسيس تقريبا على area of absent granular cell layer، ومعاها ايه تحت فيه lymphocytic infiltrate. اوكي، band like lymphocytic infiltrate في الاريا اللي فيها الايه الكورنويد لامينا. تمام، طيب ودي الاكتينيك فورم لانها جايه في الاكتينيك areas او في الفوتو اكسبوزد areas. طيب المانجمنت هتعملوا ايه للعيان ده؟ الاول توبيكال ريتينويد، اول حاجه البس بكم طويل يا راجل، حط سان بلوك على طول، ابعد عن الشمس as much as you can لان هي mainly caused by the sun. واه ممكن ندي طبعا ايه يبقى احنا بلس اهم حاجه sun protection في العيان ده. ممكن نعمل ايه زي ما انت قلت ريتينويدز، سواء توبيكال او اورال ريتينويدز، اوكي استريتين او حتى ايزوتريتينويل. ممكن ندي 5 فلورو يوراسيل كريم. تمام، ممكن ندي ايه ايميكي مود. اوكي، ممكن نعمل كرايوثيرابي، ديرما ابريجن، كربون دايكسيد ليزر ابليجن، كل الحاجات دي. اوكي، والكالسي بوتريول عشان الناس اللي بتزعل عشان كالسي بوتريول. ماشي، نعم ترجع برضه بعد كل ده صح. وكمان من ضمن الحاجات اللي هي بنقول انها ايه، انها ممكن تكون هي فيها جينات، مش ده جينات طبعا. اوكي، وكمان هي من الحاجات البري كانسرس اللي ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما، اند ذاتس واي هي مهمه يعني، ان احنا لازم ناخد بالنا منها. طيب النكست كيس، اوكي 63 years old female، والليجن دي على اللاترال كانفس اسيمتوماتيك اوف 6 مانثس ديوريشن، وبتكبر في الحجم زي ما احنا شايفين كده. هي الصورتين دول اللي ايه اللي عندنا ليها. وات دو يو ثينك؟ بيزل سيل كارسينوما، بس ممكن بيزل سيل حاجة تانية قريبة، كيراتو اكانثوما. انا برضو قلت كيراتو اكانثوما، كيراتو اكانثوما اللي اتحطوا فعلا كديفرنشال دايجنوزس، بس البيتد بوردر باين قوي يا جماعة.
اوكي، واللي في السنتر ده ألسر مش كراتر، تمام؟ يعني دي الفكرة يعني. طب ايه الحاجات اللي لونها براونش دي؟ ايه دي؟ اللي بنسميها سولار لانتيجنز او ليفر سبوتس او الهاتشنسون سبوتس، بتيجي مع الاولد ايج دايما، في عاده في الكوكيجينز او الناس الفاتحه شويه. طيب بيبقى الانفستيجيشنز ديرموسكوبي وبايوبسي. الديرموسكوبي حد يقول لنا بقى اللي انتوا شايفينه؟ ادي الالسر اللي في النص اهو، تمام، في بلو في بلو بالظبط كده، جلوبيوس، في ايه تاني كمان؟ الرايزنج بلاد فيسلز اللي انا عملت شغل عليها دي. الرايزنج فطبعا فيها ايه؟ وفي ستراكشرلس اريا اللي هي في الوايت ستراكشرلس اريا دي، تمام. فدي طبعا ايه؟ والليف لايك فين بقى؟ والليف ديس لايك وان ممكن، ولا او الاطراف ذات كده وان، ذات وان يعني هي مش باينه قوي يعني، احنا خلينا نتخيلها هنا مثلا دي، اوكي. بس هو اللي باين قوي يا جماعه الالسر والايه البلاد فيسلز اللي احنا شايفينها، اوكي. وزي ما ايه احمد قال لنا، انت قلت لنا ايه تاني يا احمد؟ البلو او الستراكشرز اريا البلو جلوبيوس. فدي تبقى ايه التشخيص هنا؟ بي سي سي. نعمل بقى الباثولوجي، حد يقول لنا ايه الباثولوجي اللي باين عندنا هنا؟ في باليسيدنج ايلاندز اوف بازلويد سيلز، وفي باليسيدنج بالظبط كليفت. كده، وفي كليفت بري تيومورال كليفت، اوكي تمام، هي بي سي سي. طيب هتعمل فيها ايه العينه دي؟ حاجه جنب العين، اوكي، عند اللاترال كانفس في الدينجرس اريا، وبي سي سي. برافو، هي دي لازم referred to تتحول plastic بسرعه. surgery. احنا ايه فين ايات عشان تقول نحولها؟ ما قالتش، احنا نقول احنا بدلها، اوكي. فهي طبعا لازم هتروح لجراح عشان يشيلها with safety margin. طيب next case 45 years old male، الليجن اللي احنا شايفينها دي of 5 months duration ومعاها burning sensation. هي دي الصور اللي عندنا ليه؟ بيرفكس لايكن او ايروزف لايكن دي كان ستوب. برافو. اكتينيك كيلايتس او زي ما قلتوا زي ما نبيت في جزء كسر واكتينيك كيلايتس بس هو احنا ما عندناش غير الليجن دي، معلش يعني ما فيش ليجن تانية ان ذا اورال ميكوزا، وانا فاتحه لكم بقه على الاخر اهو عشان نشوف اذا كان اكتينيك ولا مش قصدي اذا كان بيمفيجس ولا مش بيمفيجس، واذا كان ايه اكتينيك لايك سوري لايكن او التراتيف لايكن ولا لا. طبعا بقيه الليجنز اللي جوه ما فيش اي حاجه جوه تخلينا ايه نستبعد الايه اللايكن ونستبعد البيمفيجس، خاصه ان هو ما عندوش اي مشاكل في البلع ولا عنده اي حاجه تانية. بس انتوا مش واخدين بالكم من حاجه هنا، لا غير عايزه حد دقيق الملاحظه. فايوليشيس كلر اوف ذا ليب ده اصلا عنده فيتيليجو، فيتيليجنس يعني الاريا دي عندها في فيتيليجو فيها اهي باينه يعني الصوره الاخرانيه دي اكتر واحده واضحه فيها اللون بتاع الفيتيليجو، تمام. فده يبقى اكتر ان هو ممكن ايه اكتينيك ممكن يكون الاول اكتينيك كيلايتس. نعم، هل من ممكن نفكر في الدي ال اي دكتور؟ ديسكويد هل من ممكن نفكر في الدي والله ال اي كمان؟ ديسكويد ال اي يعني ماشي ممكن تيجي في الاريا دي، بس يعني مش هتدي الالسريشن اللي احنا شايفينه ده، تمام. هي الستريتيف ليجن خالص اهي، وبعدين برضو انتوا ما حسيتوهاش، هي مور اور ليس فيها مايلد انديوريشن، حتى يمكن باين شويه في الصوره هنا ان المنظر ده مش منظر ايه مجرد ألسر بس سطحي كده، لا هي كان في شويه انديوريشن في الليب which makes ايه the diagnosis of actinic colitis اكتر حاجه قريبه، اوكي. هو طبعا انت العيان شايف صوره، ما اقدرش اقول لك ان انت طبعا يعني لازم تحط الايه الاكتينيك ايه قصدي إيه سوري تحط الالسراتيف لايكن، وممكن برضو تحط البيمفيجاس، انا مش هقول لك لا، اوكي. بس اكتر حاجه هتمشي مع المنظر ده الفيتيليجو اللي موجود اللي بقاله سنين عنده، تمام، وهي جايه على اللور ليب اللي هي المور اكسبوزد اريا، تمام، اللي فوتو اكسبوزد منها. فده اكتر حاجه نفكر فيها الاكتينيك كيلايتس، مع بقى البريزنس اوف مور اور ليس الانديوريشن اللي موجود اللي انت حاسه هنا او تشوفه هنا شويه في الصوره دي،
معرفش واضح ولا لا، ان في ان الموضوع شويه كده انفيزيف يعني، مش بسيط. تمام. فطبعا احنا دي حولناها يعني، بس انا ايه جايبه لكم حاجات تخيليه. الديرموسكوب بتاعها المفروض بيبقى منظره كده، لان احنا ما كناش وي كودنت تيك ذا ريسك ان احنا لسه هنقعد نجرب وناخد له عينه، مفيش الكلام ده. ده الاكتينيك كيلايتس من الحاجات اللي بتقلب بسكويمس سيل كارسينوما وميتاسز باسرع ما يمكن، فدي ما فيهاش هزار. تمام. بس هي المفروض بتدي زي الايه سترابري لايك باترن، اللي هو بيبقى فيها ايه هايبر يعني areas of يعني زي pink كده، و in between areas reddish شويه. والباثولوجي بتاعها المفروض ان احنا هنشوف ايه اتيبيا موجوده في البيزل سيل لاير. تمام. ومن الايه الابيثيليوم هنا، لان ده مش سكن، ده ابيثيليوم بتاع الميوكوس ميمبرين بتاع الانر ليب. اوكي. وطبعا هنا بيبقى فيه بلاد فيسلز كتيره في الاريا دي في الليب، فهيبقى ده المنظر اللي كان المفروض نشوفه لو احنا خدنا لها بايبسي. ده مش بتاع العيان، انا بس ايه بحاول اقرب لكم الصوره عشان نتعلم يعني. اوكي يا شباب. وبيبقى معاها بقى الترنيتيف بارا وايه واورثوكيراتوزس. طيب احنا العيان ده لو انت هتتصرف معاه، طبعا هو الافضل ده يتحول للاورام ونخلص، بس لو انت الليجن اصغر من كده ولسه باديه، what can you do for this patient؟ بالظبط كده. destructive procedure يعني كرايو. لازم العيان ده يعمل يحط lip care with sun protection، ده مهم جدا. يبعد عن الشمس، يحط sun protection. اوكي. وطبعا اي destructive measure زي ان احنا نعمل كرايو مثلا، او نعمل بس برضو ممكن نعمل ليزر، او نحقن 5 فلوريراسيل او ميثوتريكسيت، كل ده ماشي. اوكي. بس لما تكون كبيره زي كده وبدات تعمل انديوريشن، يعني ممكن تكون اصلا قلبت بسكويمس سيل كارسينوما. اوكي. انا ما عنديش الايه الاستعداد ان انا ادخل في مهاترات بهذا المنظر، انما لو انا متاكد تماما انها لسه في البدايات، اوكي اي كان مانج يعني. تمام. يعني ايات تكسب في الحالات دي. نيجي بقى لاخر حاله يا جماعه، دي 28 years old female، وعايزاكم انتوا تسالوني لان انا مش هقول من غير ما اتسال. الليجن على ايوه حلو السؤال. pregnant. yes she was pregnant. ايه ده ما شاء الله عليكم النهارده. الليجنز على الابدومين اوف 1 مانث ديوريشن. وفي سؤال تاني، هي في اي مرحله او اي ترايمستر من الايه من البريجننسي؟ she was in the late trimester او the last trimester. والليجنز اللي على الباك، انت كده حرقتي لي الحاله. اوكي. هي الليجنز على الفور ارمز ابتدت كده، وبعدين دي برضو على الابدومين، وبعدين قلبت كده. تمام. يعني هي ابتدت كده وقلبت كده. اوكي. واه هيربس جيستيشن از فعلا حرقنا الحاله، انا كنت عايزاهم يفكروا شويه بس اتس اوكي. وطبعا الليجنز زي ما احنا، حد يوصفها لي بس عشان ايه الناس اللي اول مره تشوفها. بتبتدي زي ويلز في البدايات كده، ممكن تبتدي تبقى ارتكاريا لايك ويلز. اوكي. وطبعا سيفيرلي اتشي، وبتحب دايما تبتدي الاول اراوند امبلايكس. اوكي. والليجن زي ما احنا شايفينها كده، بعد كده بعد ما بتعمل الويل او الارتكاريا لايك ليجنز، بتعمل ايه ام لايك ليجنز، وبعدين ممكن تعمل بولي. بس هي الحاله دي ما كانش فيها فيزيكلز او بولي واضحه، بس في اذر كيسز بتبقى باينه قوي. اوكي. والكلو فور دايجنوزز يا جماعه، انها اولا جايه في الليت بريجننسي. اوكي. ايذر برايمري او مالتي، بس يعني جايه لها كل مره بتيجي ايرليير. لو هي جت قبل كده يعني، لو كررت عليها قبل كده، المره اللي وراها بتيجي ايرليير، ممكن ما تجيش في اللاست ترايمستر، ممكن تيجي في السكند ترايمستر، وهتبقى بعد كده تديك اي ام لايك ليجنز. وعاده بتسيف الميوكاس ممبرين، ما بيبقاش فيه ميوكاس ممبرين ليجنز الا نادرا، وبتبقى فيزيكلز تنس فيزيكلز لو موجود فيزيكلز يعني. اوكي. بتدي ام لايك ليجنز زي ما قلنا، وبتهيل وذ هايبر بيجمنتيشن. هي دي الايه المنظر اللي انت هتخليك تفكر في الهيربس جيستيشنز. طيب انا هعمل ايه؟ طبعا الفيت كمان افكتد زي ما احنا شايفين، بس في حالات فعلا بيبقى فيزيكولر وبتشوف الفيزيكلز واضحه، واحيانا بولي كمان، بس مش كل الحالات. طيب احنا الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز، اولا الهيربس جيستيشنز طبعا، ممكن الاي ام عشان الاي ام لايك ليجنز، دراج رياكشن، ولو ان الواحده بريجننت غالبا مش بتاخد حاجه، والكرونيك ارتكاري على اساس انها بقى لها فتره وشكلها فيها ويلز، يعني لو انتوا فكرتوا في الحاجات دي.
طيب ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها؟ يلا عشان دي اخر حالة، بايبسي. بايبسي وممكن بايوبسي امينو فلوريسس. فيسيكال برافو. و البايبسي بتاعها دايركت اهو، امينو فلوريسنس. حد بقى يقول لنا ايه اللي موجود في ليفت؟ في سب برافو. ابيدرمال ويب، سبيس او بلستر، برافو. وفي بلاستر، ايوزينوفيليك وده هيمشي مع انفلتريت. البولس بيمفيجويد ومع الهيربس جيستيشنز، بس طبعا الحالة دي هتمشي هيربس جيستيشنز. طب هاو تو مانج ذيس كيس؟ سيستميك ستيرويد. طب الدوز؟ سيستميك انا ستيرويد، عايز سيستميك ستيرويد. طب ليه ما هاي نبتديش دوز بلو نبدأ دوز بعدين وبعدين أقل نزود؟ يعني انا بعمل العكس في الحالة 0.5. دي، يعني عادة انا في الهربس جيستيشنس والبولس بيمفيجويد the lowest dose that can control the disease is the best، مش زي البامفيجوس. يعني انا في البامفيجوس هبتدي هاي، تمام، انما في البولس بيمفيجويد الهربس جيستيشنس هبتدي لو واشوف والله كنترول خلاص. يعني ممكن ابتدي بنص او 5 او 0.75 مللي جرام بير كي جي، ولو هو كنترول خلاص. يعني انا عايزه اقلل الريسك على الفيتس والمذر الاثنين. اوكي، هو عادة الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل للهرب في الهربس جيستيشنس للفيتس ايه؟ ممكن، لا هو عادة هتيجي pregnancy هي في loss اللاست صح؟ ترايمستر، لا ممكن يبقى ايرلي ليبر او بريماتيور ليبر، وممكن يطلع هو عنده شوية بلاسترز، تمام. بس وهندي انتي هيستامينيك كويس، بس لازم نكمل العلاج لغاية الاند اوف ذا بيربيريوم، ما توقفش قبل البيربيريوم ما يخلص، مش اول ما الست تولد توقف، لان عادات اكتر الحالات بيحصل لها اكسسربيشن بعد الولاده. في ناس بتقف بس في ناس بتفضل بتحصل لها اكسسربيشن بعد الولاده، وفي ناس بتكمل لغايه سنه وشويه، تمام. انت هتتابع بقى وتشوف الدنيا فيها ايه، وتحاول تسحب الستيرويد بعد البيربيريوم شويه بشويه، لو رجع تاني يبقى فيها كلام تاني. بس ايه البريكوشنز اللي المفروض نقولها للمذر دي؟ يعني هنقولها تعمل ايه بعد كده ولا ما تعملش ايه بعد؟ ايه الغلط وايه الصح؟ هنقول لها ايه يا جماعه؟ روحي امشي وروحي بيتكم، انه في انه في ريسك with the next انه في ريسك pregnancy، انها تيجي earlier، ده اولا. ايه تاني؟ ايوه with any hormonal therapy، انت تتابع لازم تختاري with any بالالتراساوند. hormonal therapy، وانه ايوه في ريسك برضو انها تجيلها premenstrual لما البروجسترون يعلى في الميدل ها في السكند هاف اوف ذا منسز. اوكي، كل الكلام ده لازم يتقال لها، عشان احنا نبقى اخلينا ايه مسؤوليتنا. والله بقى هي عايز تحمل تاني وتجيب لنفسها وجع دماغ مع نفسها. اوكي، بس عشان انت تبقى متاكد وتقول لها القصه دي لازم تكون واخد لها بايبسي الاول ومأكد التشخيص بتاعك بالباثولوجي، ولو قدرت تعمل امينو فلوريسنس كمان يكون افضل. وشكرا ليكم يا جماعه، وان شاء الله القاكم على خير، نشوفكم على خير. يلا، في اي حد عنده اي سؤال؟ جزاك الله خير يا دكتورة، شكرا. طيب، وإياكم إن شاء شكرا الله، مع دكتورة، السلامة، دكتورة جزاك الله خير. صباح على خير، وإياكم، السلام. شكرا دكتورة جزاك الله خير.